ما هو زعل سكر طريق. طبعا هاي صارنا اكثر من انا اكثر من ربع ساعة وانا واقف هاي قاعدين مرن على الشرطة ما حدا رد علينا. فيش طريق طبعا هاي تظل حسبنا الله ونعم الوكيل. شو دخل الشوارع وشو دخل السيارات تتكسروها يعني لويش شو فيه بغض النظر عن الموضوع. يا اخي وين المحافظ وين مدير الشرطة؟ معقول ما فيش حدا مداوم هسه؟ وين البحث الجنائي وين المكافحة وين الامن الوقائي وين الامن الزراعي اي شيء؟ فيش حدا مداوم؟ صارت مغامرات الشغلة صارت تفوتوا من فوق النار. والله حاس حالي بالقوات الخاصة. مهند تفضل يا سيدي شوف عجلون اخوي مهند شايف؟ والله ما احنا دارين داري شو فيه. كل ما واحد زعل شي سكر الطريق. والله ما احنا دارين شو هالقصة مع هالبلد هاي. مش عارفين معقول ما في شرطة بهالبلد؟ هاي تفضل يا سيدي يلا هاي عجلون والقاعدة والقيامة قايمة. أم رعد ما فيش حل والله غير أنا هون. شد السواد أحد يعني كل ما واحد زعل من عند جرى وقف علينا الطريق. لا لا اسمع خمس دقايق اسمع يجي شرطه فرع طوم. بدي انزل هون اصف القلاب عند الكاري. الله يرد علينا. الله يفرجها بس محمد المقابلي فيش شيء بس انه شغب ممنوع تمرق زميلنا عصي شايف البمرق يعني قام قايمة على راسه بلش الناس يعني سيارات زير بتزق. اما انا كقلاب يعني معي قلاب لا ازرق ولا من هون. يدري عن هالبلد هاي شو فيها. كل خمس دقائق واحد مسكر طريق. هسه بيجوا الدرك خمس دقائق صار لنا نص ساعه كان في درك بعد ما مدريش الحمد لله رب العالمين. هاي السيارات الصغيره مرقت انا شايف الدمبو. يلا سيدي نراكم في الحلقه القادمه وان شاء الله السلام عليكم. الله يفرجها على هالبلد بس وريحنا من شويه هالهمل. والله ما في والله ما بقدر امرق انا والله ما بقدر امرق يا احمد. الله يفرجها. هنشوف هل تعرفنا نزرق من هون. السلام عليكم. سكر من تحت